السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. عندي حفلة مخدات، عندي مخدة هنا ومخدة هناك ومشوا. المهم اليوم حجاوب على أسئلتكم اللي سألتوني هي على الانستغرام. من أول أنا ماني مقتنعة بفيديو أسئلة، بس عشانكم حجاوب دحين على أسئلتكم، وخلينا نوصل ذا الفيديو 5000 لايك. طيب عندي الأسئلة هنا على الجوال، شوفوا ما شاء الله قد ايه كترة، حجاوب اللي اقدر عليه. طيب سؤال من مروم، كم عمرك؟ ايوه صح، نسيت اقول لكم انه اسمي الحقيقي اسرار، لا مو هو نكنيم ولا حاجه، سموني اسرار من يوم وانا صغيره، واسرار هو جمع سر وبس، يعني مره سهل. المهم سؤال من مروم تسال تقول كم عمرك وثلاثه امنيات تتمنيها؟ هذا اكثر سؤال اتسالني في اليوتيوب. عمري يا حبايبي دوبي قبل اسبوع دخلت 22 سنه. وات عارفه صدمه، بس ما ادري، يعني انا كده عمري 22 وما قلت، ويعني ما ادري خلاص. ثلاثه امنيات ادرفت، مو افحط، ادرفت اللي هي الدرفه الامنه اللي هي في حلبة او مسار، وثاني امنيه اسافر تايلاند، مرة نفسي أسافر تايلاند بس ممنوع عندنا من السعودية. ثالث أمنية أتمنى أي يوتيوبر سعودية ترد علي. سؤال من ريماس تقول لي إيش تخصصك في الجامعة؟ تخصصي إعلام علاقات عامة، وشيء ثاني يصدمكم غير العمر، أنا السنة دي حتخرج. سؤال من فانز جست أسرار، عندي صفحة فانز خشوا عليها. فالمهم إيش نوع الكام حقك؟ الكام تبعي هي كانون 700 دي أو كانون T5i Rebel. سؤال من تاتو 1388، أكثر إنسان تحبينه؟ نعم، إجابك أنت هوري قهين؟ ما أدري. المهم تقول تعرفين تحجين عراقي، وإذا تعرفين أحجي لو شوية. السلام عليكم، أنا اسمي أسرار، أنا أحبكم كلكم هواية، عندي صديقات أيضا من العراق. سؤال من سارة سامة 77، إيش آخر شيء سويتيه وفشلتي فيه؟ أم سويت قهوة وطشت علي. ووهو. سؤال من شجون أو شوغين، إيش اسم البرنامج اللي أسوي فيه فيديو في اليوتيوب؟ إذا قصدك البرنامج تبع حق التعديل، أنا برنامجي استخدم الآي موفي، مرة حلو للمبتدئين. سؤال من يوش 121، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟ سؤال من مرام 86، هل راح تكون في سلسلات مستمرة وجديدة بالقناة؟ أكيد بعد نجاح سلسلة وصفات رمضانية، وإن شاء الله دحين أنا قاعدة أسوي سلسلة دعم، فيب إن شاء الله حتكون في سلسلات جاية. سؤال من ام اي شرطة اي 9، شيء مستحيل تتخلين عنه أو تتركينه؟ طبعا حبي للدونات، أو ماي جاد، أعشق شيء اسمه دونات، أعشق شيء دونات هذيك المحشية اللي من كريسبي كريم، في حد زي ولا انا بس كده؟ انس؟ نعم. برا شلون ذا الشيء بسرعه والله. سؤال من شوغن، تنصح البنات يدخلوا اليوتيوب، وايش اخس شيء صار لما دخلت اليوتيوب، وايش اجمل شيء؟ اكيد انصح البنات، يعني احس دحين بنات اليوتيوب يعني مو ذاك الكتر بالذات العرب، بس اذا كان عندك موهبه وتعرف تصوري وزي كذا اكيد خشي، ليش لا؟ شيء صار لما هذا بروزي. ايوه خدي. طيب حطي هنا، ممكن اصور شويه؟ ممكن. ايش اخس شيء صار لما دخلت اليوتيوب، وايش اجمل شيء؟ لما دخلت اليوتيوب تعرفت على يوتيوبرز مو هندوتوتا، يعني غيرهم، وسبحان الله زي ما في الناس البطال والطيب، برضو في مجال اليوتيوب في البطال والطيب، فالحمد لله اني اتجنبتهم وما تكلمت معهم كثير وكذا. وايش اجمل شيء؟ اكيد انتو، لاني تعرفت عليكم الحمد لله، اني انا مره مبسوطه، يعني اني انا قاعده اكبر وانتو قاعدين تكبروا معايا، ما ادري ليش اتحمست. سؤال من هيا 125، الطياره لها بوري؟ سؤال من اي رغد 75، ليه ما تخرجي وجهك؟ انا اساسا ماني محجبه عشان كده. ايش اكثر صفه تكرهينها في اي شخص من اثيره 18؟ اكره النفاق، واكره انه يكون للشخص وجه ثاني، يعني مثلا لما اجي اسلم على الشخص اقول اوه هذا وجهك الاول ولا الثاني. مين أكثر شخص دعمك أول ما دخلت اليوتيوب؟ أمي، يعني صدمة، بس ماما أكثر واحدة دعمتني، لأنها هي اللي قالت لي روحي فكي القناة على اليوتيوب، أصلاً قصة، يعني إذا تبغوني أحكيكم اكتبوا لي تحت. سؤال من دثار ديدي، كم وقت ياخذ منك لتصوير الفيديو الواحد ورفعه على اليوتيوب؟ ياخذ مني يوم تصوير، يوم ليومين إيديتينج، وتقريباً من ساعة لثلاث ساعات رفع على اليوتيوب. سؤال من ولدان
بينك. شو بدك تصيري لما تكبري؟ ترى كبرت وراحت عليا. سؤال من 77 ان ان انني سؤال من نور 1415، كم عمر جد خال عم جدت جدك؟ ما ادري بس شكله مات. هديل 44 HH تقول لي اكله سويتيها في قناتك وادمنت عليها، اكل في 5 دقائق، وكمان كيكه الميكروويف مره ادمنت عليهم الاثنين. سؤال من ساره ابو ساده، شيء مستحيل تكليه، المخلل. او ماي جاد، ما احب المخلل ابدا، واكره لما يجيني كده بالغلط في السندوشت، بس الحمد لله على النعمه. سؤال من اي 667، كم عمر اخوك انس؟ كم عمرك؟ لا ايوه بدون ده. سؤال من اني 4KA0620، how do you take care of your nails? I don't, I just grow them naturally with olive oil. سؤال من نوري 1403، هذه صاحبتي، هذه ام لي 4 بنات، حرقوا اسمائهم. حاب اعرف الكومنت او التعليقات سواء كانت سلبيه او ايجابيه بتاثر عليكي. اكيد سلبية احيانا، اذا كانت يعني سلبية بشكل يعني زي ما تقولوا انتقاد ايجابي، يعني انتقاد يمشي حاله اخليه، لكن اما سلبي بسب وتجريح وكده لا بوي ديليت. وايجابي اكيد ياثر علي، ودائما ارد لكم اصلا انتوا الايجابيين. واسماء بناتها غالية وغيداء وغلا وغدي، كلهم حرف الغين ما شاء الله. سؤال من رزان الحربي، عندك صديقة أفضل من هديل ولا؟ كنت ذاك اليوم أتكلم مع هديل على جوال، وبس قاعد أقولها على إني نزلت صورة أسئلة وزي كده، وجاني سؤال إنه في أفضل صديقة منك ولا لا، فقامت قاعد تصرخ لي على الجوال تقول لي عندك صديقة أفضل مني؟ وبس أعتذر منكم إذا الفيديو طول وكده، وإن شاء الله يعني استفدتوا من حاجة، ما أدري إذا استفدتوا، بس سووا لي لايك وخلوا الفيديو ده يوصل 5000 لايك. بس عشان كانت بلادي أو يوم ميلادي يعني، بس كده بس بسطة يعني أفرحوني. ويلا سيو، السلام عليكم، معاكم أسرار سبرايز. المهم اليوم حنتكلم عن سلسلة الدعم اللي نزلتها قبل فترة، واليوم حديكم الوصفة السرية. طبعا سويت كوكيز محشي بالنوتيلا والكراميل قبل في القناة، فلا